السلام يا بنات، مرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه لي بيني خفيف وهايلين، تديوهم للبحر ديرهم في ديالكم في هذا الصيف، هذه السخانه ساهلين ماهلين بلا بيض بلا والو. واش فيهم؟ فيهم غير 3 كيلات فارينه مسوحه هكذا مصيره، عندي 3 كيسين فارينه، عندي مغيفه سكر، مغيفه خميره بولونجير خميره تاع الخبز، عندي قصه الملح، عندي كاس حليب دافي، وعندنا 3 مغارف زيت. نبدا على بركه الله وان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم، وكثرونا من اللايكات باش يكبر المحتوى بكم وبين. واش نبدا على بركه الله؟ نبداو الفرينه، نديرو كلش في ضربه. ناخذ هذيك الفرينه نغربلتها، عندي واش قلنا 3 كيسان فرينه. وصفه صيفيه لي بيني بطريقه جديده روعه، تجي هايله ان شاء الله تعجبكم. ما فيها بيض، اللي عندهم حساسيه من البيض اللي ما يحملوش البيض هكا، عندنا واش قلنا 3 كيسان فرينه. نزيد لها قرصه الملح، نحطو عليه على جنب، قرصه الملح هكذا. عندي مغرفة تاع السكر، مغرفة تاع الخميرة، نخلط هادو بهذه الطريقة، ونبدأ ندخل نزيد ثاني 3 مغارف تاع زيت، مننساوش الزيت، عندي 3 مغارف تاع زيت. هكا نحمر المغرفة تاعنا 3 مغارف، يتخدم ويدق. سويت 3 مغارف، نبداو ندخلو في الحليب تاعنا الدافي هكذا، نحصلو على عجينة طرية، هيدا هكذا نحصل على عجينة طرية. هاي العجينة تاعي البنات شوف فاجت تجي مليحة، درت لها شوية فرينة، نحلها هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا بالحلال بهذه الطريقة. بيني ساهلين خفاف، جو فارغين من الداخل، ساهلين التحضير، في دقائق برك توجدوهم بهذه الطريقة هكذا. تديهم معاكم للبحر، تجيكم واحد ديروهم في هذه السخانة مع العشية مع آتي، تشربوه بصحتكم هكذا، نحلهم مليح بهذه الطريقة كما كنتم تشوفوا. تاخذوا أي حاجة دائرية، أنا عندي هذا كيس، ناخذ بابي كبيسة الطاح نحطهم هكذا ما يسخونيش هكذا بطريقة سهلة بفي بيخ خمرونا. على بالكم انا في الصيف مع السخانه هذه اللي فيه خمر، ناخذ هذا كيس، ثم اي حاجه طائريه عندكم، ونبدا نقطع فيهم بهذه الطريقه هكذا. طريقه سهله وبسيطه، ما تحتاجش امور بزاف معاكم، غير بالفرينه وشويه زيت وحليب وانتم وجدتوا
عشفية بدات حطيتهم هكذا نخلي نغطيهم طاشون ولا نخليهم يخمروا ومن بعد نقليهم معاكم وتشوفوهم في يجيو هاوني البنات يعني شوفوا بيفي خبر لنا دوك نبدا نحط بالوحده بهذه الطريقه وانا نكون نشوفهم سخنه الزيت تاعي ونبدا نقلي فيها هكذا بهذه الطريقه راكم تشوفوا هكا نبدا نوصف هذا اللي بنيته هكذا هكذا بهذه الطريقه راهو وراكم معانا ها شوف دابا فيهم حتى يطلعوا شوفوا يسنفخوا ما شاء الله طريقة سهلة تسقسي ني بيض ني والو في دقيقة وانتي مشتيهم نصفيهم شوف نحط هكذا نصفيهم وانتي واش تحبي ديري فيهم اللي تحبي ديري لاكريم اللي تحبي ديري المعجون اللي تحبي الشيكولا انتي واش المقدور تاعك اي دار وحدة عندها فرينة في دقيقة وانتي مشتيهم شوفي بهم القهوة شوفي بيهم اتاي تديهم للبحر جايك بهاي البطلة تديهم له ان شاء الله كاع تجربوهم كي كنشفو فيهم هكذا شوفو كيف يتلفقو معانا شوفو يولي في البالون شوفو حتى نكملهم بكره كامل ومن بعد نوريكم هكذا بهذه الطريقه دوكا نوريكم في نفس الدقيقه هذه الطريقه هكذا دوك واش ندير ها شوفوا يا بنات شوفوا جينا كسكيس معمر هذه بيني شوف في دقيقه حضرنا كسكيس معمر تاع لي بينيين وشوفوا ها غير فرينه وها ندخل لي ما عنديش ندخل لي ما نديرش ها في دقيقه كنت متحضري اللي جاتك احلى بيني هكذا نعمرهم نوك بالسكر هكذا باش نجيو هنا فارغين دوك نوريكم انا عندي بكره عندي معجون تاع مشمش وانت واش تحبي معجون تاع مشمش عندك كريم باتيسي عندك شيكولا ما عندكش سيدي كامل ديريهم غير السكر وحطيهم لوليدك ها نوريكم ها بالقليل ندير كثير ها تقولي ما عنديش شوف نوريكم كيف يجيو فارغين كيف يجيو هايلين احلى بيني شوف شوفوا ها بعيد شوف هيجي هيجي ما شاء الله انا ندير شويه كونفيتور هكذا وانتي ديري واش تحبي غير فارينة واش قلنا في الكيسان فارينة غير فخميرة غير فسكر لميناهم كاس حليب هذا ماكل ما تخصي بيض ما تخصي والو هذه الطريقه دقيقه وانتي وجدتي احلى بيض نكملهم نوريلكم التزيين كيفاه يكون نحطوهم في طبس الله الله ونقدمهم لكم نريهم وصحتكم وبصحتكم هاي البنات شوفوا كيف جانا لي بيني شوفوا في دقيقه عملنا طبس الله الله تاع لي بيني ما تخصوني بيض ني والو طريقه سهله ومبسطه
وبسيطة على كل واحد إن شاء الله، على أي جوال أي واحد ما عنده شيء، كانت أمور غير طالينا هي عنده، هو دير لي بيني الله الله، هاي بنتي صغيرة حبت تدي وحدة وتقول لكم الله يتاعها كيف هو رفقناه مع كويس أتاي الله الله، أتاي مشحر الله الله، هكذا مع قهوة مع العصر هكذا كما راكم تشوفوا، هكذا هذا ما يليق ها رحتوا للبحر تاعكم ضيف تاعكم اي واحد كنتم وجدتوه طيب سيت تاع لي بيني الله الله. خلاص ما تنسمنيش في اللايكات اذا ما قناه تكبر بيت مبينه، وان شاء الله تسيو هذا لي بيني 400 ياكل.